كنا خدامين، تجاو وصلت من الخدمة تجاو جندر مقفو علينا اعتقلونا، ما عرفناش باش تبلينا. راه ما هي ما عليها تمعنى، ما تمعنى ما عليها، تقول كنتي تنجيبها هنا لبيتي وتنشدها لراجلي وراجلي تغتصبها. شنو هو اليقين اللي عندك انت بلا راجلك ما دايرش هادشي؟ الراجل ما يمشيش لديك البنت، يعطيني شي حاجه اكيده مثلا. ما يمشيش لديك البنت اصلا راجلي، انا ما تنشكش فيه. ما بقاتش فيك هاد البنيه؟ بقات فيا، بقات فيا وما نبغيها حتى لشي واحد. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. لازلنا في الموضوع ديال سناء، 12 سنه لعدد كبير من المغاربه، تبعي القصه ديالها معايا. فاطمه، فاطمه هي الزوجه ديال كريم، كريم هو المعتقل في الموضوع. غادي نشوف مع حيتيات القضيه. فاطمه، راجلك مشدود وانت عارفه باش متابع، كيفاش شفتي هادشي؟ هادشي فاجئنا، جا على غفله. هادشي فاجئنا، فاجئ كلشي، فاجئ الجيران، فاجئ كلشي. حنا كنا خدامين، تجاو وصلت من الخدمه تجاو جندر مقفو علينا اعتقلونا، ما عرفناش باش تبلينا. تيتهموني انا، تيتهموا بنت لوسي. شي هضره ما هي ما عليها تمعنى، ما تمعنى ما عليها، تقول كنتي تنجيبها هنا لبيتي وتنشدها لراجلي وراجلي تغتصبها. تقول بنت لوسي انتي تديها، تجي تديها وتديها لولد عمتها، تجيبها هي لعندنا لهنا، حنا كلهم تجمعوا تيجيو. سميتي مالكه؟ مالكه. وهي قال لي تقولي مراتي تديها الطفل، تقولي مراتي تديها ليوسف، انا تقولي تجيبها لراجلي. شويه تقول لهم راه تيجيو لها بنهار السوق، كل شيء تيمشي. تقول لهم راه المرأة، أنا كنت خدامة، الطفلة تقول لهم أنت تكون في المحل، تقول لهم تيهدوني بالجنوي وتيجي سكران وتيهدوني بالجنوي وتيدخل عندي واحد بواحد، تيجيو لي كاملين وتيدخل عندي واحد بواحد، وهذا الشيء كله كذوب. شنو هو اليقين اللي عندك أنت بلا راجلك ما دايرش هذا الشيء؟ راجلي ما يمشيش لديك البنت، يعطيني شي حاجة أكيدة مثلا. ما يمشيش لديك البنت أصلا راجلي، أنا ما تنشكش فيه، تنشكش فيه يمشي لديك البنت نهائيا. هذيك البنت ما انتي امك كنتي كتلاقي معاها في الفلاحه في الخدمه، كانت تمشي معنا في نفس النقل، كنت كتخليوها وكتعزلوا بوحدكم وكتهضروا عليها والهضره دايره. كبرانا وحده ومعنا غير الجيران، ما معناش البراني، غير كيبني حنا الجيران دابا كاملين هاد الدويوير تيمشي. غير ما كنتو عارفين بلا البنيه حامله؟ قولوا لها لمواليك، علاش ما قدرتيش تقولها لها؟ ما كناش نعرف البنت حامله، ما عرفناش ذاك راه بيوسف، ذاك راه بدلوسي، عاد عرفنا راه البنت حامله مده سيمانه بحال ما هكاك، ما واصلاش كاع سيمانه. المهم هذيك السيمانه اللي بانت فيها تعتقل فيها حتى شويه، منين عرفها لقاه السبت والحد ما مشاش، دوز على الجدار ما عرفت يومين تاني كل ثلاث ايام جاو يعتقلونا حنايا. واخا انتوما درتو محامي وكتبعي داك الملف وكتسولي. السؤال اللي بغيت نسولك دابا في الاول، شنو هما الامور اللي شاف دارك الملكي في الاول علاش تعتقل؟ شنو هو شنو هو الغلط اللي دار؟ حنا نشدو نبسطو معاك الامور، يعني شنو علاش مشدود هو؟ كانوا تيدوزو به عند الجدرميه هنا، تيدوزو معاه البحث في نفس الوقت، تيدوزو معايا انا البحث، هو لهيه وانا لهيه وبنت لوسي كاملين ندخلو نحنا في نفس البلاصه، ها كلها في بلاصه تيدوزو معايا البحث. ما سمعت حتى شي كلمه قالها راجلي يعني دليل عليه، حتى شي كلمه ما سمعتها قالها راجلي دليل عليه. وما شايف على المحامي ديالكم اش قال ملي حضر معاهم التقديم في الاول، اش قال المحامي ديالكم؟ انا ما مشيتش معاهم. ولكن غتسولي الراجل، غتسولي المحامي على راجلك، اش غير؟ طالبوا قال لهم غنطالبوا التحاليل وغادي نتسناو، قال لهم غنطالبوا التحاليل وغنتسناو، دابا باقي نتسناو. راجلك باش متابع دابا؟ متابع بلا شي، يمشي لهذيك البنت وهو اللي محملها وتقول راه هو اللي تيمشي لها، تيهضروا تيضروا الراجل هو اللي تيمشي لها، تيمشي لها سكران وتيهددها بالجنوي وتيمشي لها تيغتصبها. مول الاولاد تيقول لك هو اللي تيمشي لها. شويه تقول لهم جابها للدار هنا، منين تيمشي لها الراجل امها فين مشات؟ جدتها فين مشات؟ ما راه قلت لك تكون معاكم في الفلاحه من 4 الصباح حتى 4 العشيه. لقيت الحامله فيها البنت ما كناش خدامين، دخلنا حتى شهر 3، اجا في شهر 3 الحموليه ديال البنت، كاين هذا الشيء ولا ما كاينش؟ حنا شهر 3 دخلنا، قبل رمضان، عاد دخلنا الخدمه. ومني كانت بنت كنت حامله هاد السنه كامله فيك كنتي، شحال غبتي؟ دخلنا 15 يوم، اكتشفت البنت حامله. 15 يوم اكتشفوا بنت راه حامله. ما بقاتش فيك هاد البنيه؟ بقات فيا. بقات فيا وما نبغيها حتى لشي واحد. لو سوا يكون عندي شحال ديال الولاد عندك؟ ثلاثة الوليدات. قدها كاين اللي قدها؟ عندي ولد عنده 11 سنة، وعندي بنية عندها 6 سنين، وعندي وليد عنده 3 سنين ونص. ما فعلناش الحالة راه شتيها، تنخدم بكتافي معاونك معاونك. في نظرك أنت إلا حيدنا هاد راجلك والآخر توا من العائلة والثالث، كاينين ثلاثة ياك اللي مشدودين، إلا حيدناهم ثلاثة وأنت جارتهم وبنت المنطقة، في نظرك شكون يقدر يكون تكرس على هاد البنت هاكا؟ البنت مالية غير الواد والغابة كما شفتوهم، والشعبة غتضلع من الواد تطلع للغابة تسرح البهيمة البكرة.
ما محصلنش على بنتهم، ما قراوها، ما شدوها في المحل، ما تطريحش في المحل. ملي جيت انا رحت هنا جبر ديك البنيه زايده وتتسرح. انت ولادك يمشيو مدرسه؟ تيمشيو للمدرسه ولادي. شحال بعيده المدرسه الان؟ بعيده المدرسه، شي تكون شي جوج كيلومتر باش بعيده. جات الشتا تيتكرفصوا، جات الشمس تيتكرفصوا، بعيده المدرسه علينا. جينا حنا في وسط ما بين مدرسه ايت ميمون ونص بدار بن حسين، بعيده المدرسه على الدراري بزاف. عندكم شويه تاع الجيران هنايا حداكم؟ كاينين كاين الجيران وكاينين عائله ربع ترياحين، كاينين عائله محمد بي البنت. لا حتى الجيران، الجيران غير العائله، فهمي معايا السؤال، كاينين جيران اخرين؟ كاينين. شحال عدد الناس اللي ساكنين هنا؟ كاين راه كاين هنا يكون نيت ما بين على الجيران تنعرفوا راه تكون 30 محل هكاك ولا 25 محل. واخا وبقي معايا في 30 محل، دابا 30 محل علاش غير تختار محلكم انتم بالضبط؟ علاش غير تختاروا ثلاثه بالضبط؟ مالو ما تختارش شي واحد من 30؟ عندنا العداوه بيناتهم، عندنا العداوه بيناتهم، كاينين دلائل على هذا الشيء، كاينه العداوه والمدابزه وصل المخزن ما تيتحاملوش معاهم. قاصد ما هما دابا بغاو ينتقموا منكم. قالها لينا، قالها لينا قدام الشرطه، قدام الشرطه دخلوني انا وراجلي وبنت لوسي والدري الاخر كان داخل، وقال لعجوزتي وراجلي ولوسي، قال لهم دابا عاد تحكمت فيكم وشديتكم من القراره، دابا عاد تحكمت فيكم. يعني لا داكشي اللي كان، داكشي اللي كان القديم بين الام ديالو والام ديال راجلك. هو براسه وقالها لينا قدام الشرطه. ولكن حتى هما راه يقدر يقول لك حتى انا بانه داك المشكل اللي كان بين الوالدين اللي دوزوا فيه الحبس قديم، هذاكشي حتى هما راه انتقموا مني في هذا الدري هذا في بنتي. ماشي من حقه يقول الحق، حتى هو يقول. قلنا لك عنده الحق يقول اللي بغى. السؤال اللي سولتك 30 منزل قلتي لي هنا بالضبط هاد العداوه كانت هي السبب، انت عندك البراءه التامه قلتي في الزوج ديالك ياك، وهذوك الجوج اللي معاه ما نقدش نحكم عليهم. لحقاش انا الغيب، ما تنكون انا في داري حاضي الغيب، ما حاضي كل اللي تيدير نظرو، انا ما نقدش نحكم على الاخرين. ودلو السي تيجي عندنا عادي وتيمشي، ما عمرني شفت عليه شي حاجه. شنو الكلمه الاخيره اللي كيقول لك راجلك دابا ملي كتمشي تزوري في السجن؟ طالبوا التحاليل، انا ما قايش هذيك البنت. طالبوا التحاليل، ما طلبوا تقول لك حتى حاجه، طلبوا تحليلات. طلبوا تحليلات، البنت راه كبيره، البنت راه عندها 16 سنه ونص، ديري لهم 12 عام، هو راه مضيع بنته اصلا، دارها عام كورونا عندنا حطها في الحاله المدنيه، والبنت عندها 16 سنه ونص، هما قرانها ما عرفتش سبعه ولا ثمانيه العيالات اللي والدين معاهم في نفس الوقت، هما كامل. انت ملي كتشوفي هذه كتبان لك ديال 16؟ اه ديال 16، البنت تتبان في وجهها قاصحه، راه قدها قد امها، راه دايره الفيديو هي امها. قاصحه راه ما فيهاش حتى 20 كيلو. راه قدها قد امها، الا شتي امها راها جالسه حدا امها بحالها بحال امها. اه هي اصلا البنت تشبه لامها، ضعيفه بحالها. الام اللي تتقول ما عرفاش بنتي حامله. جاب الورقة ديال الجلبة وشفناها، وجاب الوراق ديالو الحالة المدنية ومزيودة في 1/1/2010. كاينش زيدك انا ماشي، انا كنت وضعته في الصورة. انا جيت هنا لقيتها سارحة، رحت هنا جبتها لقيتها سارحة، ولدي 11 سنة، ما يمكنش هادشي اللي كاينة في أي حاجة كاينة نديرها أنا على ديك. شحال هادي باش مجوجة أنت؟ أنا مجوجة ولدي راه عنده 11 عام. دابا أنت شحال مجوجة بكريم 11 عام؟ تكون 12 سنة وأنا هنا 12 عام. إيه كيفاش هذيك البنت ولدي ولا قدها وهي ما تزادتش؟ راه ما يمكنش. هو داك الراجل اللي مات ولادو الصغار كاملين عاد دارهم بحال مدني، هو شو داير ليهم؟ تا هما دوك الدراري الصغار شو داير ليهم؟ تنطلبوا التحاليل، تنطلبوا السلطه دير التحاليل، دير التحاليل باش يعرفوا لديك البنت وداك الولد ما يضيعوش، ولا هذوك الدراري اللي تنقولوا حنا متهومين يخرجوا براءه. التحاليل هي اللي تنطلبوا من السلطه. اختي الله يفرج عليك يا ربي. مشاهدينا الكرام، الزوجه ديال كريم لا الحق ان تدافع الزوج ديالها، ولكن الملف بيد القضاء، الضابطه القضائيه مشكوره في صفوف الدرك الملكي بالابحاث ديالها، انتقلت لعين المكان، قدرت توفر ادله اللي بطبيعه الحال استشاره ديالها مع النيابه العامه عطت امر بالاعتقال. مشاهدينا الكرام، سوف نبقى نستمر في هذا الملف وسوف اوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.